عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الإله، أنا عبد الإله الملقب بالمسيح والحاصل على الجائزة الكبرى ديال فن الحلقة، والحمد لله حنا باقيين هزين الحلقة على كتافنا وفي قلبنا وفي دمنا التراث. أولا تنقول واحد الكلمة اللي هي تنقول لهذوك الناس أجرهم الله، الناس اللي ماتوا في النواحي ديال تارودان، تنقول للضحايا ديالهم والديهم الله يبدل محبتهم بالصبر. ويزكرن والحمد لله كان واحد الجمهور اللي هو ما شاء الله عليه، السكينة الله يعمرها دار، استقبلونا الناس، دازت الفرجة مزيانة، وحنا تنتمناو إن شاء الله يكون الخير من هنا لقدام. وتنشكروا حتى الناس ديال الإعلام اللي عاطين واحد القيمة للفنان وتوصلوا الرسالة للمواطن لأي مغربي في أي بلاصة. تنحيوكم وشكرا بزاف. كاين شي سؤال سيدنا؟ قبلت الدوم شاركت على قناتنا غيلاد ادرف البطوله زكاق دنا قصاده فذكر حميلونا او تتسكر ديال جام تنمرتنج. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.